لواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية. النهاردة مصنع أبو قرقاص في المنيا توقف عن الإنتاج لأول مرة من 155 سنة. إيه الحكاية وإيه الموضوع؟ أهلا سيادة اللواء، اتفضل. أهلا بك يا فندم، نسألكم بخير. إيه الحكاية يا فندم؟ لا الحكايه بسيطه خالص فندم. الموضوع طبعا خطير، لان احنا عندنا زراعه القصب في مصر مش هقول بتنهار ولكن انخفضت بشكل شديد جدا. فانا عندي مصنع زي مصنع ابو قرقاص كان بيستقبل 950، المنيا بتنتج 950 الف طن قصب. مصنع أبو قرقاص كان بيستقبل منهم لغاية 2020 750 ألف طن. السنة اللي فاتت 23 جالنا 90 ألف طن، اشتغلنا تقريبا 21 يوم وده حقق خسائر 112 مليون جنيه. رحنا عقدنا اجتماع مع السادة المزارعين وحسناهم، لكن للأسف انخفضت كمية القصب المورد للمصنع السنة دي إلى 10,000 طن، يعني مش هشتغل 5 أيام. وبناء عليه احنا خدنا قرار بان المصنع مش هيشتغل قصب السنة دي، هيشتغل بنجر بس. زودنا وقت تشغيل البنجر لان طبعا المصنع لازم يطلع سكر ولازم مرتباته وكل حاجة. زودنا البنجر من 750 الف طن الى 1,100,000 طن عشان ننتج سكر يكفي. وحولنا 10,000 طن اللي جايين لنا من القصب حولناهم على جرجة النقل على حسابنا علشان نشتغلهم ونطلع منهم السكر بتاعهم. الأزمة أزمة انخفاض توريدات القصب إلى مصنع أبو قرقاص. طب ليه الناس يا فندم على مدى يعني عشرات السنين كانت بتزرع قصب والسنة دي والسنة اللي فات ما زرعوهوش؟ إيه اللي حصل؟ لا القصب اتزرع يا فندم، بس الحقيقة إنه في بدائل أخرى للشراء. أنا بدفع 1500 جنيه للطن من الأرض الزراعية. إخواننا بتوع العصارات اللي بيعملوا العسل الأسود السنة دي بيشتروا الفدان بمئة ألف جنيه. أنا بشتري. لا 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 تاني يا فندم. حضرتك بتشتري بكام وهم بيشتروا بكام؟ أنا الطن ب1500 جنيه، الفدان لو بيعمل 35 متوسط بتاعه 35 طن أدفع فيه 52,500. إخواننا بتوع العسل الأسود بيشتروا الفدان بمئة ألف جنيه على الأرض، على رأس الأرض. الضعف. طبعًا. منافسة بعيدة تماما عن القدرة، وأنا ما أقدرش أنافسهم في نفس الأسعار لعدة أسباب. أولا إن 90% من العصارات دي بتشتغل تحت السلم بالحجر وبمواد بدائية، عدد العمال 2-3، أنا عندي 16,000 عامل، أنا بستعمل الغاز بتاع الحكومة، أنا بدفع ضرائب، أنا يعني كل التزامات الدولة من مخالفات البيئة ومخالفات الصحة وكل اللي حضرتك عارفه ده بيتعمل لي وبدفع مئات الملايين عليه، فبأنافس منافسة غير عادلة بالمرة مع أخواننا بتوع عصارات القصب. ولذلك إحنا نشدنا السادة المسؤولين السنة دي بمنع تصدير العسل الأسود، لأن العسل الأسود بيجيب له 40 مليون جنيه لمدة 4 شهور بتوع الإنتاج بتوعي، يعني مش بمنع تصدير فبوقف جلب ضرار، لا انا بقول بس ال4 شهور اللي انا بنتج فيهم ما يصدرش عسل اسود عشان اخلي الساده المزارعين يرجعوا الى حضن. يعني السكر. احنا شفنا ازمه السكر السنه دي الموضوع مش مستحمل اصله، يعني انه نوصل كمان انه يجي مصنع كبير زي مصنع ابو قرقاص ويقف او يبقى عنده مشكله مع القصب. اللي انا هقول لحضرتك حاجه كمان، احنا قدرات المصانع بتاعتنا عندنا الدوله فيها 8 مصانع لانتاج السكر من القصب. ال8 مصانع قدراتها 12 مليون طن قصب، يطلعوا تقريبا 1.5 مليون طن سكر. انا السنه دي هيخش لي 6,200,000 طن قصب، يعني 50 بشتغل ب 50% من طاقتي على مستوى كل المصانع. وبناء عليه احنا يعني نشدنا وزاره الزراعه وكل المسؤولين في الدوله. يعني انت لو اشتغلت بطاقتك كلها مش هتستورد سكر ابدا. مش هستورد يا فندم. قولا واحدا. طب حضرتك الميزانية الأخيرة حضرتك كسبان قد إيه؟ خسائري في السكر 3.5 مليار، مكاسبي خارج السكر 1,350,000,000. دقيقة واحدة يا فندم، حضرتك بتخسر كل سنة 3 مليار؟ أكتر من كده يا فندم، بس السنة اللي فاتت كانت كويسة شوية.
لان انا انتاجي انا كل 10 طن قصب بيوازوا طن سكر. فانا السنه اللي فاتت اشتريت السكر القصب من المزارعين ب 1100 جنيه. يعني انت يعني الوحيد في مصر اللي اشتغلت في السكر وخسرت. ايوه يا فندم. طن السكر جوه عود القصب ب 11000، انا بصرف عليه 4000 يوصل 15000، بسلمه للتموين ب 12600. والدولة بتدفع ال 2 مليار الفرق الخسارة، يعني أنت بتعمل مليار مليار ونص. الدولة بتدفع، هي الدولة متحملة، ما أنا ملك الدولة، أنا ملكيتي للدولة. أيوه أنا فاهم. الميزانية بتاعتي بقول أنا كلفت 15 وبعت ب 12 و60، يبقى أنا عندي خسائر حجمها قد كذا. بنرفع للسيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الوزراء شكل لجنة عشان تبحث خسائر شركة السكر من بسبب الدعم. طب معلش سؤال بايخ يعني. اشمعنى مصانع السكر القطاع الخاص بتاعت الاستثمار المصري او الاجنبي بتكسب؟ عشان بيبيع السكر بالسعر الحر يا فندم، انا لو بعته حر حطيت جنيه بس على كل طن على كل كيلو مكسب هعدي. لكن حقيقه الامر انه انا ملتزم بان انا اورد بسعر التموين، وسعر التموين سعر منخفض. اثنين، انا ملتزم ان انا ادفع لكل الساده المزارعين فلوسهم خلال 3 اشهر اللي انا باخد فيهم القصب. وده يوازي 6 مليون في 1500، يعني بنتكلم في حوالي 8 مليار جنيه. وصرفته السنة اللي فاتت طبعا أرباح وحوافز. باخدهم العاملين بيعملوا كل اللي عليهم، فلازم ياخدوا أرباحهم، لازم. أنا ما قصرتش في حق العاملين، يعني أنا لو الدولة بتديني الفلوس هكسب. فحضرتك بتدفع أرباح من مصنع بيخسر 3 مليار. مش أرباح، بديله مكافأة. سميها مكافأة. يعني مكافأة للعاملين على الجهد اللي بذلوه طول السنة، لأنهم لم يقصروا. كل عود قصب دخل اشتغلوه طلعوا أكبر كمية. طب أنت السنة دي لما حصل موضوع القصب ده وعوضته بالبنجر أكيد خسائرك هتزيد. لا إن شاء الله ده بيعوض، البنجر عوض لي القصب السنة اللي فاتت وهيعوض لي القصب السنة دي إن شاء الله. طب بس المصنع دلوقتي شغال بقدرة قد إيه؟ أنا قلت لحضرتك هو هيشتغل من شهر إبريل لغاية أغسطس بنجر. لكن قصب مش هيشتغل قصب. وأنت خلاص مفيش مشكلة إنه مفيش قصب يعني؟ لا طبعًا في مشكلة، مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة، وعايزين نرجع الناس تاني تجيب القصب تاني، وعايزين نشغل المصنع، لأن ده معناه إني هشتغل من يناير لإبريل. معلش أصب. سؤال فني، هو القصب بيطلع سكر قد البنجر ولا أكتر ولا أقل؟ كل 10 طن قصب بيطلعوا طن سكر، وكل 7 طن بنجر بيطلعوا طن سكر. طب يعني البنجر ابرك يعني؟ ايوه، بس البنجر انا بستورد بذوره كلها من الخارج. انا عندي بنجر في مصر، لكن لازم يبقى فيه الحته دي، انا عارفها التاتش ده. قصب ده ابني. يعني وقت ما تزنق كل الارض بتاعتي ازرعها قصب هطلع سكر. ده دايما كان زمان يقول لك يعني استخبى في القصب خلاص يعني. يعني مال البلد. طيب السيد وزير الزراعه مش بيعمل دورات زراعيه طبقا للانتاج المطلوب؟ خلاص يعني غنيين عن البيان ان مصر محتاجه سكر دايما يعني. ده حقيقي، ده حقيقي، لكن الدوره الزراعيه دلوقتي ما بقتش ملزمه للساده المزارعين، بحيث ان انا السنه دي والسنه اللي فاتت اتشال من عندي 25000 فدان اتحولوا من قصب الى زراعات اخرى، موز و ونباتات عطريه وحاجات. لا هو الموز مهم بس مش زي القصب يا فندم. الموز، الموز طبيعي مهم يتعمل كمان موز باللبن وكده، فممكن يبقى مهم طبعا عن السكر. ربنا معاكم يا فندم. السيد لواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه السكر والصناعات التكامليه المصريه، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا ال 2 مليار دول من الدعم، هي الدوله بتدعم عشان المصنع ده يطلع سكر خلاص. فالدولة رضيت بالهم، بس الهم ما رضيش بيها. ما هي الدولة كمان لازم تعمل حاجة عشان تساعدها علشان القصب ده، لأن هو أول ما سألته قال لي لا التقاوي بجيبها من بره بالدولار. خلاص كده ابتدينا إيه ندخل. أول ما تدخل عندما تسمع كلمة دولار يجب أن تتحسس مسدسك. على فكرة أنا ما أقصدش حاجة غلط، ده تعبير مسرحي. عندما أسمع كلمة كذا أتحسس مسدس، فأنا لا أدعو للعنف يعني، عشان بس الناس
يبقى فيها، معلش من انا من جيل اللي حفظ حاجات زي دي. فهنا لازم الدولة، وده الدولة بتقوم بدور عظيم، بتخسر وبتدفع أرباح أو مكافآت للعمال علشان تقدر تدي للناس سكر مدعوم وهو الآخر، ولكن الدولة برضو يجب أن هي تساعد نفسها، ولازم السيد وزير الزراعة يتحرك شوية في هذا الأمر، ونرجع تاني أن احنا يبقى عندنا القصب بتاعنا، ويبقى عندنا الشيء اللي احنا نقدر ننتج بيه، لأنه خلاص مفهوم السكر مهم، أنا آسف أنا بقول الكلام ده، بس يعني الرز مهم، أنا آسف برضه أقول لك، البصل مهم، لسه على فكرة ما نزلش كتير، البصل مهم، كل الزيت مهم، خلاص إحنا عرفنا باي هارد في الفترة اللي فاتت ديت إنه الأشياء ديت لا غنى عنها ويجب التعامل معها بشكل كبير. الجدلية اللي موجودة عند الدولة إيه؟ أنا عندي ظروف إن أنا مش قادر أعمل الكلام ده، ولكن في النهاية لازم أعمله. أنت لازم توفر سكر، لازم توفر رز، ولازم توفر بصل، ولازم تجيب بنجر، لازم تجيب قصب سكر. عشان كده بقول لحضراتكم نحن في حاجة إلى عون كبير علشان كل الأشياء دي ممكن تتحل.